يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذي يلبس ما يلبسه الكفار ويكون على ظهره في لباسه اسم لاعب كافر ولا ينوي التشبه بذلك أو بهم، هذا تعظيم للكافر، ما دام يلبس الثوب اللي عليه اسم الكافر أو صورته هذا تعظيم للكافر، فلا يجوز هذا، أقل أحواله أنه محرم، وإن كان يعظمه يخت على ردته. نعم.